السل ومن الملاريا المجتمعية التهاب الرئوي سبب ليها، هنعرف قد ايه هو مرض خطير. طب هو يعني ايه التهاب؟ يعني الانسجة ملتهبة، ممكن يجي في الرئة. احنا عندنا رئتين، واحدة على الناحية اليمين وواحدة على الناحية الشمال، ممكن التهاب يجي في رئة واحدة او ممكن يجي في ناحيتين. ممكن ياخد الرئة نفسها متقسمة فصوص، ممكن ياخد فص واحد او ممكن ياخد الرئة كلها. طب هو ازاي اي مرض رئوي او اي مرض في الأمراض الصدرية بيحصل؟ واحد حامل للمرض يكح في وشك او يعطس، الرذاذ اللي خارج من مناخيره وبقه يروح داخلك وانت بتستنشق الهواء، داخلك وانت فاتح بقك، يخش عن طريق مناخيرك. الانسان العادي اللي جهاز المناعي عنده كويس، مفروض لما الميكروب يكون داخله من بقه او من مناخيره يبدأ الجهاز المناعي بتاعه ينشط، فيخليه يكح او يعطس عشان يطرد الميكروب اللي داخل. وحتى الميكروب ده لما يجي يخش، الجهاز المناعي بتاعك نشيط، هيقوم يبعت خلايا استطلاع. الخلايا الاستطلاع ده تكتشف ان فيه غلطة، فتبعت لها الخلايا المناعية اللي مسؤولة ان هي تاكل الميكروب ده. طب يبقى معنى كده ان لو واحد عنده مشكلة في الجهاز المناعي هيبقى اكثر عرضة للامراض البرد وامراض التهاب الرئوي. مين اللي عندهم مشاكل في الجهاز المناعي؟ لو واحدة مريضة عندها مرض السكر، او واحدة عندها مشكلة برد، او مشكلة ان جالها امراض برد وصدرية وما بتتعالجش كويس، او واحد مريض قلب، او لو واحدة كبيرة جدا في السن. الناس الكبار في السن بيبقى عندهم الجهاز المناعي بتاعهم ضعيف جدا، او لو واحدة طفلة صغيرة او رضيعة، او ان هي عايشين في جو غلط، واحدة تبقى قاعدة عايشة وجوزها جنبيها ليل ونهار قاعد بيدخن، او ان هي نفسها هي بتدخن وهي بترضع، او العيل بتاعها عايش في الاوضه وكل اللي حواليه قاعدين بيدخنوا. فيبقى هي النصيحه تماما، اللي عاوزين نحمي نفسنا من امراض البرد ومن الالتهاب الرئوي، الابتعاد تماما عن التدخين. لا انت تكوني بتدخني ولا تقعدي مع حد يكون مدخن، عشان تحمي نفسك وتحمي اطفالك من الالتهاب الرئوي. طب ممكن الالتهاب الرئوي يجي تاني عن طريق ايه؟ لو واحد عنده مشاكل في البلع، لان احنا قلنا المفروض الميكروب هو داخل، الواحد هيكحه ويعطسه. طب لو واحد عنده مشكلة في البلع هيروح داخله ويبدأ ينتشر على الرئة اليمين ويبدأ ينتشر على الرئة الشمال. طب هي ايه الأعراض اللي ممكن يعملها حاجة زي الالتهاب الرئوي؟ أول حاجة إن الواحد يبدأ يلاقي أعراض برد عادية، يبدأ يلاقي كحة، دي حاجة، يبدأ يلاقي عطس. الكحة بعد فترة هتبدأ تبقى صديد. ليه؟ الالتهاب ده دخل انتشر جوه الرئة نفسها. جوه الرئة نفسها مفروض الأكسجين، عملية تعدية الأكسجين للدم بتحصل في الرئة. طب افرضوا الأماكن الخلايا اللي مسؤولة إن تخلي الأكسجين يعدي للدم، الأوض دي اتملت بصديد، هل يا ترى الأكسجين هيعرف يعدي جوه الدم؟ لا، الصديد ده هيخلي عملية تبادل الأكسجين ضعيفة، فالخلايا بتاعتنا ما يوصلهاش أكسجين. قبل ما نعرف الخلايا ازاي بيوصلها الأكسجين، هنرد على التليفون ده. ألو؟ الو، الو، ايوه، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، معاكي يا دكتور عمر، لو اتفضلي. سمحت يا دكتور، انا كنت حامل في شهر 11 اللي عدى، كان بدايه الشتاء، تمام، فمع انتهاء التبويض، يعني انا حصل لي حمل في الشهر دي، بس مع بدايه مع انتهاء التبويض وحصول الحمل خدت دور برد جامد جدا، يعني كان عندي عطس وكحه جديده خالص، اول مره في حياتي ان انا تحصل معايا كحه جديده بالطريقه دي. وبعد كده عملت تحليل الدم، فلقيت فيه حامل كويس، وكان فيه تكسير في العظم وكده. فبعديها يعني على 35، وعملت تحليل دم رقمي على 35 يوم بالظبط نزل الحمل. فممكن الدور البرد الشديد ده يكون ليه تأثير على موضوع الحمل، انت ان كان هو في عمل سخونية اصابه. ساعتها ولا اه كان في سخونية ساعتها؟ دور سخونية جدا، كانت بطني، كنت لما احط ايدي على بطني كده كان فيه سخونيه، لان تمام. انا عملت يعني انا كان في صعد تاني قبليه، بس كان في مجهود يعني كنت بعمله وحصل هو انت بسبب. عندك كام طفل اصلا؟ نعم عندك كام طفل؟ عندي بنتين يا دكتور. طب كويس. انت السقط ده من امتى اخر مرة؟ نعم يا دكتور، السقط ده كان بقاله قد ايه؟ قصة السقط دي بقالها قد ايه؟ السقط الاولاني حصل على شهرين، لا لا، انت يعني انت دلوقتي اخر مرة مسقطة فيها من امتى؟ من 9 شهور يا دكتور، ومن ساعتها عاوزة تحملي يعني ولا من شهر بمصر؟ 1 اللي فات لحد دلوقتي ما حصلش حمل. ليه؟ وعملت التحاليل بتاعة الفيروس، ها؟ فقال لي الدكتور عمل جسم المناعة ضده وما بيجيش ليه تأثير يعني في موضوع الإجهاض وكده.
تمام كويس. جوزك عمل فأنا عايزة تحليل أعرف ولا لا؟ دكتور، بس دور البرد ده الشديد ده ممكن يكون له علاقة بموضوع الإجهاض ولا مفيش يعني حاجة لو كان في تانية؟ سخونية جامدة ممكن يعمل، بس غالبا لو برد عادي ما يعملش حاجة هو يعني. ما كانش يا دكتور برد عادي، والله أول مرة في حياتي إن أنا يحصل لي دور برد، تكسير في العظم وسخونية وكحة. أنا كنت حاسة إن أنا عندي التهاب رئوي شديد، يعني لو ومع انتهاء الحمل خلص الموضوع البرد، يعني مع انتهاء الحمل لما أنا سقطت راح منتهي موضوع يعني هديلك البرد. نصيحة انك تروحي ممكن دكتور امراض صدرية يبص عليكي ويشوف هل يا ترى انت محتاجة تاخدي اللقاح بتاع الانفلونزا قبل الحمل ولا لا. يعني قبل طب ما معلش تحاولي ان هسمع انت حضرتك تحملي من روحي الدكتور الدكتور ده. ايه، يعني روحي الدكتور امراض صدرية. تمام خلاص احنا وصلنا السؤال وهرد عليك. يعني هي بتقول ان هي كانت حامل وسقطت، وفي الفترة دي كان عندها برد. هقول لها دلوقتي هي خلاص سقطت وبتقول ان هي بقالها 9 شهور ومش عارفة تحمل. هقول لها دلوقتي ممكن تروح لدكتور امراض صدريه يكشف عليها، يقول لها هل يا ترى هي محتاجه تاخد لقاح الانفلونزا قبل ما ان هي تحمل ولا لا. بس هي بتقول هي مش عارفه تحمل، فخليني اقول لها نرتب الافكار. هي مش عارفه تحمل ليه؟ نقول ان الحمل ده شركه مساهمه منصفه، يعني 50% على الراجل و50% على الست. الراجل عشان نطمئن عليه اللي هو زوجها يعني، مطلوب ان احنا نعمل حاجه اسمها تحليل السائل المنوي. يبقى هقول لجوزها روح اي معمل هنعمل تحليل اسمه السائل، تحليل السائل المنوي، بس قبليها من 3 ل4 ايام مفيش علاقة زوجية. تحليل السائل المنوي ده هي هتدي العينة، هناك هيبصوا على العينة يشوفوا انت جايب قد ايه في مادة العدد، في مادة الحركة، في مادة الشكل، وتجيب التحليل ده بعد كده للدكتور. يا اما الدكتور يقول لك انت كويس مش عاوزين منك حاجة، يا اما يقولوا له ان هما عنده مشكلة. فيبقى الاول خلينا نطمئن على الزوج بتاعك، بعد كده روحي انتي نفسك اعملي حاجة اسمها متابعة تبويض. يعني ايه متابعة تبويض؟ يعني انتي هتروحي لدكتور امراض النساء هيعملك حاجة اسمها سونار، يعني موجات فوق الصوتية، هيبص على الرحم ويبص على الموبايل ويشوف ويتابع الحويصلة حجمها، هل يا ترى عندك تبويض كويس ولا لا. وفي شوية هرمونات بتتعمل تحليل في اليوم الثالث من الدورة، اعملي تحليل الـ FSH والـ LH والـ E2 والـ Prolactin وهرمون الغدة الدرقية اللي هو TSH و T3 و T4. وفي اليوم 21 اعملي تحليل البروجستيرون، وإن شاء الله كلميني المرة الجاية وتطمنينا وتقولي لي إنك حامل. خلينا نرجع لعنوان الحلقة نفسه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي الأمراض الصدرية. احنا كنا وصلنا لإيه؟ قلنا الأعراض اللي ممكن يعملها الالتهاب الرئوي. أول حاجة قلنا إن الواحد ممكن نلاقيه أعراض البرد العادي، يعني كحة، والواحدة الكحة ممكن يبقى فيها بلغم، نبدأ نلاقي عطس، نلاقي حرقان في المناخير، يبدأ الواحد يشتكي من صداع، تكسير في الجسم، تكسير في العظم، ويبدأ أكتر حاجة واضحة السخونية الشديدة، الحرارة تعدي 40. عشان كده أي واحد مريض برد عادي خالص لازم تتابع حرارتك، لأن قد تكون الحرارة العالية دي مؤشر إن البرد العادي ده قلب بمشكلة كبيرة، وفي الحالة دي لازم تاخد مضادات حيوية ولازم تستشير الطبيب. الواحد ممكن من شدة الالتهاب الرئوي نلاقي الواحد بيزرق، لونه بيزرق. هو الحكاية دي بتحصل ليه؟ في الالتهاب الرئوي الأوض اللي مسؤولة عن إن الأكسجين يخش للدم، الأوض دي اتملت صديد، فمبقاش في أكسجين عارف يخش الدم، فيبقى الواحد مفيش أكسجين بيمشي في دمه، فيبقى مفيش أكسجين رايح للمخ، فالواحد يبقى عنده اجهاد وتعب. مفيش اكسجين رايح للعضلات، يبقى الواحد حاسس بتكسير وتعب. فيبقى احنا قصة الالتهاب الرئوي هي لو احنا عالجناها مبكرا هيبقاش فيها مشاكل خالص. انتوا عارفين زمان قبل ما يخترعوا المضادات الحيوية كان اللي بيجيله التهاب الرئوي غالبا كان بيموت. دلوقتي مع تطور العلم وجود المضادات الحيوية علاج الالتهاب الرئوي حاجة بسيطة جدا، ان انت هتاخد مضاد حيوي، ممكن تاخد المضاد الحيوي في البيت، او ان هي لو الحالة اخطر ممكن نتحجز في المستشفى. طب ايه اللي ممكن يعمل التهاب الرئوي؟ ممكن يتعمل عن طريق البكتيريا، او ممكن يتعمل عن طريق الفيروس، او ممكن يتنقل عن طريق اللي هو الفطريات، او حتى الدرن اللي هو التي بي اللي هو السل. ده بقى ده كان زمان موجود في بلادنا، كنت تشوف الافلام العار الابيض والاسود تلاقي البطنة تكح، المنديل في دم، فيقول لك دي عندها السل. بس دي طبعا كانت تبقى مراحل متأخرة جدا. ومعانا اتصال ونقول الو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا حامل في بداية الشهر الرابع. كويس، ده حملك الأول؟ لا، معي بنتين قبل كده. وداهم طبيعي ولا قيصري؟ لا، طبيعي. وداهم طبيعي، كويس. وبس عندي كيس مية حجمه 6 سم، من بداية الحمل مش بيزيد ولا بينقص، هو حجمه ده. طب ما الكيس ده كان موجود أصلا من قبل الحمل ولا أنت ما اكتشفتوش إلا مع الحمل بس؟ لا، هو كان قبل الحمل بس كان حجمه 2 سم. حتى قبل كده كنت حامل قبل الحمل ده، وراح يعني نزل. تمام، مش انت كل مره بيتعمل سونار وبنتابع حجمه ونتاكد ان هو ما بيكبرش؟ لا، حجمه هو ثابت، طب يعني خلاص ممكن مفيش بيزيد او مشكله. ينقص حاجات عامل بسيطة لك اي خالص. اعراض؟ عامل لك تقل انا في بس شديد، وجع؟ فرزات، لا الاول بس دلوقتي لا، كانت في فرزات بتنزل منه، راح الدكتور قال لي دي من الكيس. تمام. ما مش عارفة ده صح ولا، ومش عارفة تأثيره، يعني هو ممكن يأثر على الحمل ولا لا، ماشي، هقول لك ايه تاني. وممكن يتعمل له عملية دلوقتي ولا. هو قال لي هيصغر مع الحمل، هيصغر، مش عارفة صح ولا ماشي، لا. هقول لك ايه تاني لك مشاكل عندك. بس شكرا يا دكتور. خلاص تمام. هو هنا سألت سؤال، قالت ان عندها كيس مع الحمل. هو الكيس ده احب اطمنها، طالما الكيس ده ما بيكبرش يبقى دي حاجة كويسة. هنحتاج نعمل له عملية ولا لا؟ ان شاء الله ما نعملوش حاجة، احنا هنطلع. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نستكمل بقية الحلقات من برنامج اسألي. احنا كان قبل ما نطلع الفاصل كان في سؤال جميل جدا عن كيس، واحدة بتقول ان هي حامل وعندها كيس، هو الكيس ده فين؟ المبيض ممكن ان يحصل بويضة ما تفرقعش، البويضة دي تقعد تكبر 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 فتعمل لي كيس. هي بتقول دلوقتي هي حامل، هل يا ترى الكيس ده ممكن يعمل لها مشاكل ولا لا؟ والله ان شاء الله مش هيعمل مشاكل، بس خلينا نتفق، هنعرف امتى ان ممكن يحصل مشاكل؟ لو الكيس ده بيكبر، او ان الكيس ده بالسونار شكله وحش. يعني في حاجات ده احنا كدكاترة تخوفنا نقول ان الكيس ده ممكن يبقى فيه مشاكل، او ان الكيس ده يلف على نفسه. لو الكيس ده لف على نفسه ممكن يحصل انفجار جوه، فيبقى انا هقول لها لو ابتديتي تحسي بوجع شديد جدا لازم تروحي للدكتور، لان قد يكون الكيس بيلف على نفسه. لازم كل شوية بصفة دورية تعملي سونار اللي هي موجة فوق الصوتية عشان نتأكد ان الكيس ده مفيش منه مشاكل. هي مشكلة الكيس دي بس لو ان هو قاعد يكبر شوية، ان هو ممكن يضغط على الرحم فيدخلنا لا قدر الله فوق العيادة مبكرة. ان شاء الله ما يحصلش مشاكل، بس اعملي متابعة جيدة لحجم الكيس. نرجع للكلام اللي كنا وصلنا له، كنا ابتدينا نتكلم عن الدرن اللي هو السل اللي احنا نشوفه في الافلام العربي الابيض والاسود بتاع زمان الحلوة دي، تلاقي البطلة طلعت منديل كحت طلع دم، فنعرف ان ده هو السل والدرن. هو يمكن كان منتشر جدا زمان بس مع ظهور الأدوية نسبه قلت، بس الرعب الحقيقي ان ابتدت تظهر منه كلام تاني من الدرن والأنواع الجديدة دي اللي بتعمل مشاكل، لأن الأنواع دي بقت ريزيستنت للأدوية. يعني الأدوية اللي احنا بنديها لعلاج الدرن ومنعه بقت الميكروبات الجديدة اللي طالعة مسببة ليه بقت ريزيستنت ليه. طب هو ليه ايه اللي رجعه تاني؟ رجع عشان انتشار الشديد جدا للشيشة، الشيشة من واحد لواحد لواحدة لواحد، فده يؤدي الى انتشار الدرن. فنصيحة للناس من فضلكم بلاش تدخين، وخصوصا الشيشة. الناس بتستسهل ويقول لك الشيشة ايه المشكلة فيها، لو قعدت تدخن بالشيشة لمدة ساعة كأنك شربت 100 سيجارة، فيبقى ده قصة الدرن. تاني حاجة مع الأجواء الزحمة اللي احنا فيها، يبقى واحد طالع راكب في أتوبيس حواليه 1000 واحد اللازق جنبيه قاعد يكح ويعطس في وشه، فينتقل الميكروب من بقه لمراخيره يخش في بقه ومراخير الانسان التاني. طب الدرن ده ابتدينا نشوفه حتى في النساء بيعمل لنا مشاكل. ممكن واحده تقول لك عمرها ما اشتكت من السل، او عمرها ما جالها الدرن، ولا اتحجزت في مستشفى الحميات ولا سخنت، بس لما تيجي تحاول تحمل ما تعرفش تحمل. يعني ممكن يبقى عندها الدرن وعندها السل وما يعديش على الرئه ويعمل لها مشاكل، بس يبدأ يعمل لها مشاكل في الجهاز التناسلي، وساعتها بتبقى المشكلة غالبا ملهاش حل، لأن التي بي الأورجانيزم ده نفسه بيحب يقعد في الأنابيب، كل شهر يسيب الأنبوبة يقعد يتحرك يروح للرحم. الرحم فيه ميزة شديدة جدا إن كل شهر الواحدة بيجي لها دور، فيبقى الأورجانيزم ده ينزل في الدم. بس هو عيب التي بي إن هو رخم. يعني إيه رخم؟ يعني يروح يقعد على الرحم بس، غير ان هو هينزل في الدورة يبدأ يخترق جدار الرحم. لما يبدأ يخترق جدار الرحم يبدأ يبوظ جدار الرحم. تعرفين الستات دولت لما نيجي نعمل لهم سونار
او الشعب الصبغه نلاقي عندهم الرحم ابتدى يصغر، بيبدا كانه ياكل في الرحم ويصغر الرحم ويكشكشه على بعض. الست دي تعمل لها اشعه بالصبغه، يعني اشعه بالصبغه هحقن صبغه من تحت عشان اتفرج على شكل الرحم واتفرج على شكل الانابيب، هلاقي الرحم حاجه صغيره خالص كانه خط. ليه؟ دي غالبا ببدا اشك ان ده ضرن او سل بوظ لها بتانه الرحم. دي حلها ساعتها ان هي تروح تعمل منظار رحمي ونبدا ان احنا نحاول نفك الالتصاقات دي. بس الحاجه الوحشه اللي حب ان مش عجباني ان انا اقولها ان بتانه الرحم بتبوظت خلاص، حتى لو راحت للدكتور شاطر وابتدى ان هو يقصقص الالتصاقات دي غالبا برضه احتماليه فرص الحمل ضعيفه. كده كده الانابيب عندها تبوظت خلاص، بس هي يمكن دلوقتي في حل للانابيب البايظه ان احنا ممكن هنروح نعمل حقن مجهري. الانبوبه عندها بايظه، بس مشكله مريضه الدرن دي ان هي مش قصه الانابيب اللي باظت، لا ده الرحم نفسه هو اللي باظ، فالجنين مش هيلاقي حته يقعد فيها. فعشان نصيحه لكل بنت ونصيحه لكل ست، عشان تحمي نفسك من مشاكل الدرن اللي ابتدى يبقى منتشر جدا، ابعدوا تماما عن التدخين، ابعدوا تماما عن الشيشه. بقى التدخين بقى منتشر بطريقه مرعبه جدا في بلادنا وخصوصا بين البنات، فيبقى دي قصه الدرن. يبقى نرجع تاني للالتهاب الرئوي، قلنا ممكن يعملوا بكتيريا، ممكن يعملوا فيروس، ممكن يعملوا فطريات، ممكن نوع الدرن نفسه ده في حد ذاته يعمل لنا التهاب رئوي. الاعراض قلناها، قلنا سخونيه، قلنا ان الواحده يبدا ان هي تلاقي نفسها بترتعش جامد جدا، تبدا تحس التكسير في عظمها، تحس بصداع، تلاقي الواحده ابتدت تزرق، تلاقي يبقى عندها كحه، عندها عطس. عشان الكلام ده يتشخص هنحتاج ان احنا نروح لدكتور امراض صدريه. دكتور الامراض الصدريه ده هيسمع صدرك من قدام وورا.